حبيب ليس جهله حبيب. هذه السفرة بمثابة ملخص لكل تفاصيل صداقتنا وأخوتنا التي استمرت 40 عاما. وجدت الحاج قاسم إنسانا شديد المحبة والعطف، كان خير صديق ورفيق، كان جسمه يعجز عن مرافقته، ولكن الحاج قاسم كان من الناحية النفسية والروحية شخصا قويا وعصاميا. قال لي: إذا مت أو استشهدت فليكن هذا المكان محل دفني. تصوروا أن شخصا يودع كل وجوده. مقابلة مع محمود خالقي، الصديق والأخ للشهيد الفريق قاسم سليماني، تأتيكم الأحد الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.